يعني فرح، ضمن الظروف الحالية والاستثنائية اللي عم نعيشها حاليا بظل الكورونا، عم لاحظ انه العديد من الاشاعات والتساؤلات المتاحة ما لها اجابات واضحة، وللاجابة على اغلبية هي التساؤلات معنا اليوم دكتور جورج العسافين، اخصائي امراض صدرية. يسعد صباحك دكتور، واهلا وسهلا فيك. صباح الخير دكتور مرة ثانية، واهلا وسهلا فيك. يعني قبل ما نبلش لك شكرا كثير انه حضرتك وباقي الاطباء يمكن على جاهزين دائما لاي عارض صحي بيصير مع اي شخص، ومن مسؤوليتنا نحن التوعية، ومسؤوليتهم كمان انه يتجهوا للمشفى يعملوا التحاليل اللازمة وكمان ينتبهوا على حالهم. دكتور صحيح. اليوم فيروس كورونا، خلينا نعرف بداية اعراضه السريعة، وفي حال شعر الشخص بهي الاعراض شو المفروض يعمل؟ للأسف أنه هالجائحة حصلت، ومن الضروري كثير نسلط الأضواء بشكل ممتاز عليها. من حسن الحظ أنه نحن لهلأ بدرجة من الأمان، بس محاطين بكل الدول اللي فيها إصابات، وبالتالي ما فينا نقول نحن بأمان مطلق. مبارح تسجلت أول حالة، وما بنعرف شو رح يجينا على الطريق. مشان هيك رح نكون حذرين، ورح نكون بنفس الوقت مو خايفين، بس بدنا نلتزم بقواعد دقيقة جدا للتصدي للكورونا. أعراض الكورونا مثل أعراض أي إنفلونزا، إنما ممكن تكون أشد شوي، والسبب إنه إحنا ما عندنا مناعة بجسمنا لهالفيروس. هذا فيروس جديد جدا علينا وما في لقاحات له، بالتالي إحنا ما تلقحنا للكورونا، ما بنعرفها. إذن جسمنا ما بيعرفها. أهم الأعراض هو الحرارة، والحرارة ممكن ما تجي بالأيام الأولى من الإصابة، هون خطورتها. ممكن الحرارة تصير بعدين، ونسبة الحرارة عالية الحياة بالإصابات توصل 83% وأكثر. إنما بالبداية ممكن ما يكون في حرارة، 40% من الحالات شافوا إنه ببداية المرض ما في حرارة، وهي الحياة مشكلة كبيرة، لأنه هدول الناس بيكونوا بمرحلة الحضانة وبيكونوا عم يعدوا. هون كمان مشكلة الكورونا الكبيرة، إنه بمرحلة الحضانة اللي هي عادة 4-5 أيام بس، تمتد من يوم ل14 يوم. قد يكون المريض فيها ما عنده أعراض، عم يمشي بين الناس، عم يتنقل بين أسرته وأهله أو بشغله بمكان عمله، عم يعدي ومو مبين عليه لسه الأعراض. هي أكبر الحقيقة مشكلة من مشاكل الكورونا. بعدها بيجينا بقى السعال، من الأعراض الهامة جدا جدا. بيجينا التعب العام، بيجينا ضيق النفس. ضيق النفس أقلها حدوثا، بتوصل 19% 20% من الحالات. والحقيقة لما يصير ضيق النفس معناته نحن صرنا بإصابة صدرية هامة، وهي الحالة اللي غالبا تستدعي قبول بالمشفى. فنحن منقول الكورونا مثل أي إنفلونزا، مظبوط مثل أي إنفلونزا. كثير من الحالات تشفى بشكل ممتاز وما بتحتاج أي شيء، بس الخطورة إنه بمرحلة سير المرض من الحضانة للإمراضية، لما تظهر الأعراض مثل ما حكينا، حرارة، سعال، ألم بالعومي، وهن، ضيق نفس، كل هالأعراض هي، ثم ما بعد المرض يلي بتستمر حتى تقريبا 8 أسابيع، هي كلياتها المريض بيكون عم يعدي فيها. وهي الخطورة اللي صارت بالكورونا، الانتشار اللي بنسميه الأفقي بالإصابات. يعني كنا نتفاجأ إنه في إصابة 2-3، بعدين ما نشوف غير صار إصابات كثيرة جدا، الدبلينج تبع كان عم يتزايد بشكل كبير جدا، وانتشار واسع بشكل إنه انتقلت من الصين لدول آسيوية، لإيران، لبعض الدول المحيطة، لأوروبا بشكل سريع جدا، ثم أمريكا. وانتشرت الإصابات. طبعا الدول المحيطة فينا أكثرها فيها إصابات، ومثل ما سمعتوا كيف تسكرت الدنيا كلياتها نتيجة هالشيء. الحقيقة هي مشكلتنا بالكورونا، الإعدائية اللي ما بتكون متوقعة، وخاصة بمرحلة الحضانة لما المريض بيكون ما في شيء وعم يتفتر بين الناس، بيكون عم ينشر الفيروس. نعم، ذكر دكتور حضرتك انه بيوصل لمرحلة ضيق النفس، وهون اكيد في عنا يعني بين قوسين دائما الاشخاص يلي يعني عندهم امراض صدرية. حضرتك طبيب صدرية، وهون يمكن هذا الشخص بيدق ناقوس الخطر عنده. صحيح. هو ضيق التنفس يحدث فقط عند اللي عندهم امراض معينة، او اللي عندهم ضعف مناعة،
او باي مرحله، مين هن الاشخاص يلي بيوصلوا لهي المرحله وقديش تاثرهم فيها بيكون سيء يعني حسب الاشخاص وضعهم؟ كثير مهم هالسؤال، وهون الحياه الخطوره العاليه عند هدول الناس. بشكل عام الناس الممنعين بتكون الاصابات الفيروسيه بشكل عام اقل، وعاده بتمر مرور الكرام، بتعمل شويه اعراض عند نفس الشخص بس وبتنتهي وبيشفى، بيشفوا كل الناس، ونسبه الشفاء عاليه جدا. عم نشوفها بالكورونا، نسبه الشفاء عاليه جدا. الحقيقه اللي بيدخلوا المشافي واللي بيصير عندهم اعراض هن الناس اللي عندهم درجه من ضعف المناعه. لما نقول درجه من ضعف المناعه يعني الناس اللي عندهم ارضيه امراضيه، ناس داء السكري، اللي عندهم سي او بي دي اللي بنسميه مرض الدخان المشهور جدا يلي هو التهاب قصبات مزمن انتفاخ رئه، الناس اللي عندهم امراض قلبيه، الناس اللي عندهم قصور كلوي، الناس المصابين بالسرطانات بالاورام، الناس اللي عم يتعالجوا من الاورام بادويه مثبطه للمناعه من الاسترويدات والمثبطات المناعه الثانيه، هذه كلياتها عوامل خطوره بنسميها مدخنين. بالتاكيد لما اقول سي او بي دي بنكون عم نقول مدخنين، وللاسف يعني هي القصه اللي بنضل نحكي فيها بكل لقاءاتنا، انه يا ناس وقفوا لنا الدخان بقى، خلص بكفي، لانه الحقيقه في كمان اصابات اكثر عند المدخنين، ومعروف هذا الشيء، كل الاصابات الانتانيه بتكون عند المدخنين اكثر بشكل عام. فبالكورونا الاصابه الخطيره لهدول الناس، هلا لما حكينا قبل شوي عن الاعدائيه انه ممكن مريض شاب ما في شيء بس قاعد مع اسرته، باسرته في الاب او الجد او حدا من الكبار، الخطوره انه هذا الشاب يعدي هدول. مشان هيك بده يعرف من البدايه انه يمكن هو يكون عنده اصابه ويبعد، ونعمل بقى نجي لوسائل الوقايه على المستوى الفردي، على مستوى الاسره، على مستوى مكان العمل، طبعا ننتقل بعدين على مستوى المشافي، هذا موضوع بهمنا نحن كأطباء بالتعامل مع المرضى وكيف لازم نتخذ إجراءات وقائية كثير خاصة ومعقدة. بس إجراءاتنا الوقائية الشخصية بتبدأ من أشياء بسيطة جدا يلي هي الغسيل الإيدين بشكل جيد، وبنبدأ فيها بالمي والصابون، بس لازم الغسيل يستمر أكثر من 20 ثانية. مو بس أنه حطينا شوية صابون على إيدنا وفرق، لا، بدأ فرق جيد للإيدين، بدأ غسيل جيد للإيدين ولمدة 20 ثانية على الأقل، هذا قانون الغسل بالماء والصابون. بعدين الكحول والمطهرات الإيدين العادية. ليش عم أقول هالشيء؟ لركز على جوابك لحتى ما نوصل لنعدي الناس الكبار بالسن، لحتى ما نوصل ونعدي هذول المجموعة الخطيرة بنسميها الناس اللي بالهاي ريسك. قد ما فينا نتوقع إصابة هذول، معناته نحن بنتوقع انه نقبل بالمشافي، نتوقع معدلات الوفيات العاليه عند هدول الناس. نعم. خاصه الفئات العمريه الكبيره. نعم. كمان دكتور، بعد المقولات يعني ما بنعرف شو مدى صحتها، انه زمره الدم ممكن كمان تاثر على نسبه الشفاء او حتى التعرض لفيروس كورونا، ومثل ما سمعنا كلياتنا انه يمكن زمره اي ايجابي هي الاكثر عرضه لهذا الفيروس، هل هذا الشيء صحيح ومثبت او لا مجرد بعض الاشاعات المتناقله؟ الحقيقه ما في شيء دقيق، يعني هي بتعرفي هلا بالدراسات بيطلع يعني بياخذوا كثير داتا وببلشوا يصنفوا المرضى بناء على هالداتا وبيطلع دراسات. هلا هي دراسه بعتقد طلعت من الصين اذا ماني غلطان، ويعني نحن بناخذها كمعيار بس ما انه معيار دقيق، لانه الحقيقه كل الناس معرضين للاصابه، كبار وصغار وشباب وكل الفئات العمريه، انما عند الصغار بالعمر بغض النظر عن الزمرة الدموية أو غير شو ما كانت تكون هي أقل خطورة كحياة، بس الخطورة بتكون موجودة من العدوى اللي بيسببوها للمجموعات الثانية. فيعني هاي دراسات، بالمناسبة في كثير أشياء كل يوم بيطلع لنا دراسات، كل يوم عم نقرأ شيء جديد بالكورونا، كل يوم عم تجينا من كل دو... تماما هو دراسات عم تطلع كل يوم، عم نغير حتى بآرائنا شوي بأفكارنا. نعم. لأنه بكل دولة بكل كلتشر في طبيعة معينة، في تظاهرات حتى سريريا ممكن تظهر هون أعراض غير الأعراض تماما بمنطقة ثانية، معدلات الوفيات شفناها بمناطق أقل من مناطق ثانية. إذن في عدة عوامل
البيئة بتساهم فيها، المناخ، الكلتشر، الثقافة، ثقافة الشعوب وكيف بيتعاملوا مع بعضهم على المستوى الاجتماعي، على مستوى العمل، على مستوى أكثر من على مستوى. على سيرة ثقافة الشعوب، بما أنه عم نقرأ كتير أخبار، فيمكن شوف عم نشوف كنا فيديوهات لكيف تم محاربة فيروس كورونا بالصين، وهي الثقافة العالية لفكرة أنه نحن في عنا فيروس وما عنا شيء خطير ولازم الكل يتحد، يعني فعلا شيء لازم نتعلم منه، شيء كثير لازم نتعلم منه. في دول اخرى صاب الفيروس يمكن ما كانت بهي الجديه بالتعامل، للاسف شفنا عندها اعداد الاصابات كثير كبيره، 100%. اعداد الوفيات كثير كبيره، فلازم ناخذ نحن من هي الثقافات الحضاريه تجارب. لحتى نتعلم منها يعني نحن 100%. نعم هذا 100% صح. يعني التجربه الصينيه الحقيقه تجربه رائده، والصين عملوا احتفالات لأنه ما صفي عندهم ولا حالة، سكروا المشافي، الحقيقة العمل اللي عملوه جبار جدا جدا، ونحن مثل ما تفضلتي لازم نتعلم منهم. هي ثقافة الطاعة بمفهوم، مو الطاعة بمفهوم الطاعة، مفهوم الحفاظ على صحتنا. يعني لما الدولة هلأ أخذت إجراءات وجدية. وإجراءات ممتازة جدا بالمناسبة، من إغلاق المدارس ل إلغاء الصلوات بالجوامع بالكنائس بالصالات، بكل هي إجراءات ممتازة لتحدد من تواجد أو من ازدحام السكان، لأنه هذا الازدحام مجرد ما نوجد فيه واحد مصاب بالكورونا رح ينقله لاثنين بالمرحلة الأولى، الاثنين رح يصيروا أربعة، بعدين ببلش الإصابة ببلش الإصابة تنتشر مثل ما حكينا بشكل أفقي ومتسارع، وبينتقل من منطقة لمنطقة حسب انتقال الأشخاص. نعم. نكون محافظة ونصير محافظة ثانية. هلا مثل ما بعرف إنه اليوم يمكن حتى يحاولوا يسكروا الحدود بين المحافظات بشكل إنه الناس تخفف انتقال بين المحافظات، وسائل النقل العامة توقف، وفي شيء من الثقافات مازال حكيتي على ثقافة الشعوب، ثقافة علاقاتنا الاجتماعية. نحن من الناس اللي منصافح كثير، منبوس كثير، عناق، يعني كله حلو حلو لما يكون كل شيء طبيعي، بس معلش بدنا نغير هالعادات. هلا ما بقى حلوة، خلي سلامنا عن بعد، خلينا هي القبولات خلينا نقول الاجتماعات لحتى العائلية إلا إذا كانت مصغرة، المصغرة بتضل مقبولة وعادية، بس الاجتماعات العائليه اللي كانت الناس عاده تعمل فيها مثل حفله او احتفالات، معلش خلينا ناجل هالاحتفالات كلياتها والاعراس والمناسبات لان شاء الله بعد فتره لنعلن انه خلصنا من الكورونا. صحيح دكتور، كمان خلينا اليوم نشدد على يمكن الإجراءات الوقائية للتصدي لهذا الفيروس، ونحكي بالتفصيل عن يمكن أهم الإشاعات اللي عم تنتقل بين الناس بسرعة خيالية. يعني اليوم بعض الأشخاص بينصحوا أنه خلينا نأخذ باراسيتامول في حال حسينا ببعض الأعراض، البعض الآخر بيقولوا المورفين ما حدا يقرب منه، أو بعض الأدوية مثل البروفين كمان وغيرها. خلينا نحكي عن أهم الأدوية اللي ممكن نحن نتناولها في حال حسنا يمكن بدرجة حرارة عالية أو بعض الأعراض اللي بلشنا نحس فيها فعلا، وشو هي الأدوية اللي نحن لازم نتجنبها؟ إذا المريض صار عنده أعراض، إذا الشخص أي إنسان صار عنده أعراض، أولا احتمال أنه هي تكون كورونا احتمال. نعم. بس ممكن تكون رشح عادي، ممكن تكون أعراض التهاب بلعوم بسيطة وما بتستدعي أي إجراء غير مثل ما تفضلت، يمكن حبة بنادول ما بنعطي أكثر من هيك. نعم. مضاد احتقان بسيط، سوائل بكثرة إلى آخره، هذا الإجراء البسيط. بس كونه نحن هلأ بمرحلة فيها خوف من الكورونا، لا، هذا الإنسان هذا المريض لازم يعلم طبيبه أنه أنا عندي هيك أعراض شو أعمل. نعم. مباشرة الإجراء اللي لازم يعمله هذا الشخص، كونه من خاف أنه تكون هي إصابة بالكورونا، حتى لو كانت إصابة كورونا بسيطة عنده بس هي مثل ما حكينا قد تكون قاتلة للشخص اللي جنبه، لازم يبدأ بالإجراءات الوقائية. أول شيء البقاء بالمنزل، خليك بالبيت، يعني يمكن أحسن فيتامين هلأ اسمه خليك بالبيت، فخليك بالبيت لا تتحرك، حط قناع مباشرة. رقم اثنين، قبل ما أنه يأخذ بنادول ما بنادول، هدول ما بيهمونا، لأنه عندنا موضوع أهم أنه تنتقل هالفيروس منه للشخص الموجود معه بالبيت، أو تنتقل للشخص اللي معه بالشغل، أو لما إذا كان
بيشتغل بالتجارة للناس اللي عم يجوا لعنده، يفوتوا لعنده ويطلعوا لعنده، هون الخطورة. فأول شيء الكمامة، غسيل الإيدين بشكل جيد مثل ما حكينا، تطهير وتعقيم كل الأسطح المحيطة، لأنه ممكن يكون عم يعطس أو يسعل وهذا الشيء عم يلوث الأسطح المحيطة، وهي مثل ما بتعرفوا بتبقى فيها الفيروسات قابلة للإعدائية لمدة ساعات حتى أيام ببعض على بعض الأسطح مثل البلاستيك والألمنيوم والآخر ممكن ضل أيام. فهون خطورة هذا الشخص، إذن لازم يعلم طبيبه، والطبيب هو يعطيه التعليمات مثل ما حكينا، واحد حط كمامة، اثنين بعد عن أهل بيتك أو الأقرباء، عود بالبيت لا تتحرك، شيء اسمه العزل الذاتي. نعم. عود بالبيت. إذن أهم شغلة لأي واحد بصير عنده أي أعراض أنه يلتزم بيته. طيب كيف يخبر طبيبه؟ حاله؟ بس على التليفون يخبر تماما الطبيب؟ يخبر طبيبه، الطبيب بيعطيه موعد الحقيقة يكون خاص. يعني أنا هلأ بمواعيد العيادة كلياتها صرت ركز فيها أنه تكون متباعدة. بمعنى بيجي لعندي المريض ما يكون في مريض عم قاعد بنفس غرفة الانتظار. هلأ بهاي المرحلة مطلوب منا نحن الأطباء نعطي مواعيد متباعدة، والمريض ما يجي إلا بناء على موعد. ما بقى مثل أيام زمان أنا فوت على العيادة لقي 20 مريض كلهم متكومين بالكوريدور وغرفة الانتظار. فكرة كثير مهمة كمان هذا دكتور. جدا موضوع حساس وهام. يمكن بين هالمرضى العشرين اللي جايين لعندي واحد معه كورونا ويعدي هالناس التانين، مو كورونا حتى لو إنفلونزا عادية. نعم. ممكن أنه وهذا الشيء الحقيقة من أخطاء الممارسة بعيادات مكتظة مثلا، على عم نحكي على مستوى عيادة. إذن هي شغلة أساسية، الطبيب يعطيه موعد، بيجي المريض حاط الكمامة، الطبيب بيفحصه وهو بيقرر قديش درجة الخطورة. إذا كان ما في خطورة وشاف بالفحص أنه أموره كويسة، ما عنده أعراض هامة تستدعي قبول بالمشفى، يكفي العلاجات الملطفة المعروفة مثل ما تفضلتي، بنادول، سوائل، ممكن نعطي مضاد احتقان، ممكن نعطي أي شيء للمريض. موضوع البروفين الحقيقة هي دراسة فرنسية طلعت نبهت على موضوع البروفين، ردت رجعت دراسات من منظمة الصحة العالمية عم تقول أنه ما في صحة لهذا القول، وبالتالي نحن بعدنا عنها. أول ما سمعناها بالدراسات الفرنسية أخذناها شوية محمل الجد، بس الحقيقة رد طلع شيء جديد. مثل ما قلت لكم كل يوم عم يطلع شيء جديد بموضوع الكورونا، بموضوع شو عم يعملوا، حتى الشيء اللي هلا من جد عم ينحكى فيه العلاجات. دكتور طيب بعد ما راح الشخص لعند الطبيب وفحص، شو هو الفحص اللي بيحدد اذا في كورونا؟ هل هو فحص الدم او شو هو الشيء اللي من خلاله بيعرفوا انه هذا الشخص مصاب بهذا الفيروس؟ الحقيقه السريريات هي مثل ما حكينا اساسيه، انه الطبيب يتوجه للاصابه، خاصه لما يكون في وباء. يعني المنطقه اللي فيها وباء منصير نتعامل مع كل أعراض إنفلونزا. تشبه إنفلونزا وإنفلونزا لايك على أنه هي كورونا. مثل لما H1N1 إذا تتذكروا بال2009 2010 وحكينا كثير كمان على التلفزيون بالإذاعة بهالقصة، صرنا نتعامل مع كل مريض بيجي لعنا أساس H1N1 بغض النظر هي حقيقة أو ما أنا حقيقة، وحتى ما كنا نعمل الاختبارات النوعية اللي هي PCR. هلأ بالوقت الحالي بالكورونا الفحوص الدموية العادية قد توجه، يعني عادة الكريات البيض بتكون منخفضة، وهي صفة من صفات الانتانات الفيروسية بشكل عام. ممكن نلاقي بعض المعايير لبعض الاختبارات عالية شوي كمان بتوجهنا. الاختبار النوعي هو PCR. PCR وكمان للأسف انه حتى يعني نسبة الإيجابية فيه بتوصل 60-70%، يعني بمعنى انه في نيجاتيف ريزلتس، يعني ممكن انه مريض يكون عنده كورونا ما تعطينا جواب 100%. وعلى هالاساس صرنا نقول انه ما بقى في داعي للبي سي ار، خلينا نعمل يعني نقول انه هي كورونا حتى يثبت العكس، او نعم. لو ما ثبت العكس مو مشكله. نعم. بس نتعامل معها على هالاساس، لناخذها بجديه لحتى نعمل وسائل الوقايه الاساسيه لحتى نبعد شر العدوى عن المجموعات الخطره اللي حكينا عنها بالاول. أكيد. فهي الاشياء الاساسيه. الطبيب طبعا هو اللي بيحدد مين اللي بده ينقبل بالمشفى إذا كانت الإصابة خطيرة وشاف أنه في علامات تنفسية وعم تترقى. إذا كان مريض مثل ما حكينا مريض من المرضى العاليين الخطورة، هدول بحاجة لاستشفاء، والاستشفاء بقى كمان في له ظروفه وفي له مواصفاته، فبدنا نكون كمان دقيقين باختيار المرضى اللي يروح على المشافي، لأنه قد
تكتظ المشافي. وهذا الشيء ما والحقيقة هي مشكلة رح تكون إذا صار في جائحة مثل ما شفنا هلا بإيطاليا مثلا على سبيل المثال. إيطاليا فيها أحسن أنظمة الصحة بالعالم، ومع ذلك أعلنوا يعني أعلنوا إنه هن ما بقى قادرين يتحملوا هذا الضغط الكبير بالإصابات. للأسف شفنا يعني حالات وفيات عالية، شفنا فوضى بالمجال الطبي وبالتعامل مع المرضى. أكيد. دكتور بدنا نقول لك شكرا على كل المعلومات اللي قدمت لنا اياهم. نتمنى من كل الناس فعلا يلتزموا ياخذوا الموضوع بشكل جدي. نسبه كبيره من الاشخاص التزمت وفعلا عم تحمي حالها وتحمي كل الناس اللي بتحبها والوسط المحيط فيها. بعض الاشخاص للاسف لحد الان مستهترين شوي بالموضوع، فبنتمنى انه ما نضطر انه نخسر عزيز او غالي لحتى نحس فعلا بخطوره الوضع. شكرا لك دكتور، وشكرا جزيلا لك للمعلومات. خلي لي اياك انا بس اخر شيء، خليكن بالبيت. أكيد. لأنه هذا الشيء الوحيد اللي بيخلي معدل الإصابات بطيئة، وبالتالي نحن كأطباء وكمشافي وكرعاية طبية ووزارة صحة قادرة على التعامل مع الحالات. إذن رجاء كل الناس يعدوا ببيوتهم، يلتزموا ببيوتهم. أكيد. ما يطلعوا إلا بالضرورة. أكيد. شكرا كثير لك.